الزوينين اليوم جيت لكم واحد لابارتمون اللي تبارك الله رائع جدا. لابارتمون فيها دو فاس شوكه، فيها جبيوت صالون كوزينه وحمام، على بركه الله الثمن ديالها 36 مليون قابله للنقاش. على بركه الله غنداو لونطري ديال لابارتمون اللي هو هذا لونطري الباب بلان اللي تبارك الله. على لونطري كاينه تبارك الله واحد لا كوزين ايكيبي هي هذه، اللهم بارك. هادي هي لا كويزين ايكيبي بلاصة الثلاجة، مكاين الصابون سانيتيغ تبارك الله، داكشي رائع. اللهم بارك. تبارك الله لا كوزين هي هادي. غنخرجوا من لا كوزين غادي نمشيو للصالون اللي جا اون فاس مع لونطري ديال الشقه اللي هو هذا تبارك الله. صالون رائع، والصالون خرجوا من الصالون غادي يمشيو اون فاس معايا كينا. نبداو بالبيت هو الاول، لا بروميير شومبر جاتي قريبه لونطري ديال الشقه. اون فاس معاك كاينه جاردان تبارك الله رائعه، هادشي كامل ب 36 مليون قابله للنقاش. الميتراج ديالها 47 متر كاري، فيها جوج بيوت صالون كوزينه وحمام، قريبه للشارع الرئيسي تقريبا دقيقه، قريبه للبحر 10 دقائق تقريبا على جليك او 9 دقائق. الشومبر الاولى تبارك الله، نخرجوا من لا بروميير شومبر غادي نمشيو لا سال دو بان، الحمام الرئيسي اللي جا معزول. الحمام الرئيسي هاد الميتراج لي تحت الدوش راه محسوش في التيتخ 3 متر تقريبا زايدة. هذا لاصال دو بان الحمام الرئيسي. نخرجو من الحمام الرئيسي غادي نمشيو لا دوزيام شومبر لي هي هادي، فيها البلاكار ديالها لا شومبر بارونتال اون فاس معاها جاردان. بارتمان راه مشمشة النهار كامل كيما قلت ليكم، الشمس ديال النهار كامل. الحي تخي كالم، ناس زوينين، نتمنى تنال اعجاب ديالكم هاد الشقه الرائعه. مرحبا بكم عندنا منطقه سيد رحال الشاطئ، الى عجبتكم الشقه اتصلوا بنا نعطيكم جميع المعلومات. شكرا على المشاهده ومرحبا بكم منطقه سيد رحال الشاطئ، شكرا.